السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احتياطات مباني الدبش، احتياطات مباني الحجر. لو أنا ببني أي حيطة دبش أو حيطة حجر، في شوية حاجات كده لازم أخد بالي منهم وأنا شغال في الحيطة دي. أول شرط معانا يا جماعة من هذه الشروط اختيار نوع الحجر المناسب طبقا للغرض الإنشائي من الدبش. على سبيل المثال للحصر، من أشهر أنواع المستخدمة في مقاومة الإجهادات أو مقاومة الأحمال حجر الدولوميت. وحجر الدولوميت يا جماعة معروف أنه ليه قدرة هائلة في مقاومة المياه، أو أنه لا يتأثر بوجود أي مياه. من أشهر الأنواع أيضا المستخدمة في الدبش الديكورات أو دبش الغير معرض للإجهادات، زي اللي بنستخدمه يا جماعة في الفلل أو بنستخدمه في أي مباني ديكورية، ده الحجر الجيري بألوانه المتعددة. إذن الغرض الإنشائي من الدبش هو اللي بيحدد نوع الدبش. كل مشروع يا جماعة ليه مواصفات في الحجر الدبش المستخدم. إذن استشاري الأساسات في كل مشروع يضع بعض الاشتراطات للدبش المستخدم طبقا للغرض الإنشائي من هذا الدبش. فمثلا يا جماعة، من ضمن اشتراطات الدبش إن كثافته ما تقلش عن 2.25 طن لكل متر مكعب. أي وزن المتر المكعب من الدبش يا جماعة ما يقلش عن 2.25 طن لكل متر مكعب. الاشتراط الثاني يا جماعة، نسبة الامتصاص في الدبش لا تزيد عن 3.5%، بحد أقصى من 4.5-5%، ده أكبر حد ممكن نستخدمه، ولكن الكود قال لنا 3.5%. الحاجة الثالثة يا جماعة، نسبة التآكل أو اختبار لوس أنجلوس لا يزيد نسبة المار من منخل فتحة 1.8 ملي عن 20%. الحاجة الثالثة يا جماعة، ان اختبار مقاومة الضغط عند نقطة الاختبار السريع اللي احنا بنعمله في الموقع ما يقلش عن 30 كيلو جرام على السنتيمتر مربع او 3 ميجا باسكال. كل دي وحدات يا جماعة بتساوي نفس القيمة. اختبار مقاومة الضغط عند نقطة او اختبار البوينت لود يا جماعة، هذا اختبار معياري، اختبار قياسي، ما بيديناش نتائج دقيقة، ولكن ممكن يوجهنا الى التوجيه الصحيح في الموقع. اخر اختبار يا جماعة نهتم بيه اختبار مقاومة الضغط غير المقيد. لابد ان انا ما اعمل اختبار مقاومة الضغط على العينة يا جماعة ما يقلش اختبار مقاومة الضغط لهذه العينة عن 300 كيلو جرام على السنتيمتر مربع. تاني شرط يا جماعة في احتياطات مباني الدبش، رش الحجر جيدا بالمياه عشان اشيل اي اتربة موجودة على الحجر، لان الاتربة دي هتؤدي الى عزل المونة مستقبلا، فبالتالي الترابط ما بين الاحجار وبعضها هيكون ضعيف جدا، فلابد ان انا رش احجار الدبش قبل ما استخدمها بالمياه جيدا. حاجة تالتة يا جماعة، مراقبة رأسية الحائط أثناء البناء بميزان الشغول، أو لو الحيطة دي فيها تصفيح يا جماعة لازم نراقب التصفيح ده زي ما الاستشاري أوصى بيه، أو بنفس درجة الميل اللي الاستشاري أوصى بيها. إذا ميزان الشغول مش هيفارقنا طول ما احنا شغالين في حيطة الدبش، سواء الحيطة دي فيها تصفيح أي فيها ميل للداخل مثلا، أو الحيطة رأسية تماما، لابد مراقبة الحائط بميزان الشغول طول ايام العمل. رابع حاجه يا جماعه، التاكد من محتوى الاسمنت في المونه الاسمنتيه المستخدمه في بناء الدبش. المونه اللي انا هعملها يا جماعه وهبني بيها الدبش لابد ان هي يكون فيها 7 شكاير في المتر المكعب. متوسط ما يستهلكه متر مكعب الدبش يا جماعه من 100 كيلو جرام اسمنت ل 150 كيلو جرام اسمنت، نسبه الى احجام الدبش المستخدم. فلو انا احجام الدبش بتاعتي صغيره الى حد ما، هتلاقي دايما ان انت هتستهلك حوالي 3 شكاير للمتر مكعب دبش. لو كانت كبيره نسبيا هتلاقي نفس حضرتك تستخدم شكارتين فقط في المتر المكعب دبش. خامس حاجة يا جماعة، يجب وضع حجر الدبش على الحائط بحيث يكون المسطح الأكبر للحجر هو اللي موجود على الحيطة، بحيث أضمن ثبات وتوازن الحجر على حائط البناء. عشان تضمن أنك حطيت الحجر على أكبر مسطح لهذا الحجر، يجب أن يكون ارتفاع المدماك أو ارتفاع الحجر أقل من أقل بعد أفقي لهذا الحجر. إذن ارتفاع الحجر مش هيزيد عن أقل عرض أو بعد أفقي لهذا الحجر. خامس حاجة، يجب الربط الجيد ما بين أحجار الدبش وبعضها البعض عن طريق عمل تدخلات ما بين الأحجار أثناء البناء. سادس حاجة، يجب ربط واجهة حائط البناء بالأحجار الداخلية. لو حضرتك حطيت الحجر بتاعك على أكبر مسطح ليه، هتضمن إن أنت في ربط ما بين أحجار الواجهة أو الأحجار الظاهرية اللي ظاهرة من الحيطة بالأحجار الداخلية. سابع حاجة يا جماعة، يجب التأكد من ربط أجزاء حائط البناء بعضها البعض كل 2 متر على الأقل. طب نعمل القصة دي ازاي يا جماعة؟ بنعمل مجموعة من الكمرات الرابطة كل 2 متر ارتفاع، بطلع 2 متر بالدبش وابدأ أعمل مجموعة من كمرات المسلحة بأسياخ تسليح، بصنع هذه الكمرات بحيث أنها تربط جميع أجزاء الحائط بعضها البعض. زي مثلا أنا بعمل كمرتين موازيين لطول الحيطة، كمرة مع واجهة الحيطة وكمرة مع خلفية الحيطة، وشدادات في الوسط
المهم ان انا بصنع مجموعه من الكمرات الرابطه على هذا الحائط بحيث ان انا اربط جميع اجزاء الحائط ببعضها البعض كي تعمل كوحده واحده. من حاجة يا جماعة، يجب التأكد من أبعاد الدبش المستخدم في البناء. لابد يا جماعة أتأكد من أبعاد الدبش المستخدم لغرضين مهمين جدا. فلو مثلا أبعاد الدبش بتاعنا كانت دبش كبير أو حجمه كبير نسبيا، أولا عامل البناء أو البنا مش هيقدر يشيل الدبشة دي، ثانيا إن الدبشية الكبيرة يا جماعة ما بيكونش سهل ربطها مع الأخرى باستخدام المونة الأسمنتية. كل ما كان الأحجام أصغر كل ما كان الترابط أكثر. طيب الأبعاد القياسية ما تزيدش أكبر بعد عن 40 سنتي في الدبشاية المستخدمة. تاسع حاجة يا جماعة، يجب استخدام الدقشوم أثناء البناء. والدقشوم يا جماعة ليه مهمتين رئيسيتين. المهمة الأولى، الدقشوم يا جماعة إن هو بيساعد على الربط الجيد ما بين الأحجار الكبيرة وبعضها البعض، لأن لو فرضت إن الفراغ اللي موجود بين الأحجار كله كتلة أسمنتية، الكتلة دي من السهل جدا إنها تشرخ. الدقشوم هيعزز هذه الكتلة وهيمنحها من التشرخ، فبالتالي هيساهم في ربط الأحجار الكبيرة وبعضها البعض. الحاجة التانية إن هو يوفر لي في كمية الأسمنت المستخدم، فلو كل الفراغ ده انا هستخدمه مونة اسمنتيه هيكون مكلف جدا. عاشر حاجه واخر حاجه يا جماعه، يجب تجنب استخدام اي احجار ذات حواف رفيعه. اي حجر حفته رفيعه يا جماعه هيكون سهله في الكسر. في النهايه اتمنى يكون قدرنا نوصل المعلومه، وبناكد ان قبل تاسيس اي حيطه لازم نتاكد ان التربه اللي اسفل الحيطه البيرنج كاباستي بتاعتها عاليه، او مقاومتها او قدرتها على تحمل الاحمال عاليه جدا، او تتناسب مع الاحمال الوارده اليها من حائط الدبش. في النهايه اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناة واعمل شير عشان الفيديو يوصل لكل الناس. شكراً.